السلام عليكم. خلينا في البارت الاولى فسيو غادي يقصد الطوموبيل ديال المحقق تشانغ وغادي يدوك البرا فخونا اللي ساكن في 303 وقال لي تصرفتي غير من راسك بلا ما تشاور معايا وغادي نعرفوا بلي الزعيم ديال القتاله كاملين اللي ساكنين في الاقامه. وفالصفا ليسيو غادي يضرب ليون في السطاح وطلع لعندو وقال لي انا جارك وساكن في البيت اللي هداك وباكي دوي معاه وكيضحك وغادي يدمر مع يون وقال لي علاش كضحك وقال لي غير عجبتني الشخصيه ديالك وباينه من تصرفاتك كتبان كاتب وقال لي يون راني كاتب وخدام دابا في واحد الروايه اجراميه. وغادي يلفت الانتباه ديالو سيو ملي قال لي سميت واحد الكاتب كان عزيز على يون وغادي يعطي سيو شي معلومات غتفيدو في الروايه ديالو وغادي يعجبو الحال ومعهود البيت وبغى يشعل البيسي باش يزيدهم في الروايه ديالو غادي يلقى البيسي ديالو مشعول مره اخرى وغادي تفكر المذكره اللي كان لقاها وكان كاتب فيها مولاها باللي كان شي واحد ديما كيدخل يقلب لي بيتو وكيراقبو وهذا الشيء غادي يخلي يون متوتر وشاد القلب. وفي القنت الاخر وبالضبط في الغابه غادي نشوفوا التوام دوكو بيونغ وكان معاهم هونغ جاوب الطوموبيل ديال المحقق تشانغ وكانوا فيها الجثث بجوج ديالهم وجابوهم باش يدفنوهم ويحرقوا الطوموبيل. والغد اللي غنشوفوا يون كيلبس في حوايجو وقبل ما يخرج حط شويه القطن في البيسي باش الا جا شي واحد وحلو غادي يعرفوا وغادي يصور البيت كامل باش اللي تبدلات شي حاجه من بلاصتها يعرف كاين مال غاشي. وفاش كان خارج بقى هونغ واقف وكيخنزر فيه وغادي تجي ام وسلمات على يون وغادي طمر مع هونغ وقالت لي دخل لبيتك وحيد التصرفات اللي كدير معاه. وحدا الكوميساريه سو غادي تشوف واحد البنت واقفه ومخبيه وكانت باينه مخلوعه وعندها شي حاجه باغا تقولها وغادي تخرج سو غفله من اللور وقالت لها شنو عندك عاودي ليا وغادي نعرفوا بلي هاد البنت هي مرا الدر اللي غبر. وقالت لها راه كان ساكن في الاقامه المعلومه حيت كانت قريبه لخدمته وقالت لها راه كان ديما كيتشكى من الناس اللي ساكنين تماك حيت كانوا خايبين معاه وماشي نورمال. وقالت لها اخر مره شافته كان خايف من شي حاجه وما قالهاش ليها وهذا الشيء غادي يخلي سو تشك بزاف في الناس ديال الاقامه. وفي نفس الوقت غادي نشوفوا سيو طلع الطاج الرابع وكانوا التوام موجودين ليها ومكتفينه وغادي يبدا كيحيد ليه في دروسه واحد مورا الاخر وما كاينش الرحمه ومن وراه هز لي سنانه ودارهم في واحد الخواتم وحطهم في واحد البلاصه فيها كاع السنان ديال الضحايا ديالو. وغادي نمشيو عند يون اللي كان مازال كيهاني في الخدمه ديالو ماشين اللي كان ما باغي يوري والو وغادي تخيل يون بلاص الكلافي وخبطو بيه ولكن كان مراسو وغادي يقول لي شين زيد الوقت اللي باغي تتعلم خدمتك وغادي يدير بكلامه وبقى يون خدام بوحدو وخته كاع اللي ما يخرجوا في حالاته. وغادي يصيفط ميساج لخطيبته جين وطلب منها السماحه للمره الثانيه حيت ما يقدرش يخرج معاها. وفي القنت الاخر غنشوف البوليسيه سوق مازال كتقلب على القتال ديال المشاش وحيت كانت شاكه في دوك جمعت المعلومات على العائله ديالو وقدرت توصل لدار عمو. وغادي تدخل عنده وسولاتو عليه وقال لها راه دوك ماشي بوحدو وراه هو وخو بيونغ توام وقال لها راه دوك جوج من صغرهم كانوا في شكل وماشي طبيعيين وقال لها من نهار ماتوا والديهم ديتهم الخيريه حيت ما قدرتش على التربيه ديالهم وقال لها راه كانوا كيصيفطوا لي الفيديوهات من تماك وغادي تاخذهم من عنده سوق وداتهم معاها باش تشوف شنو فيهم. وفاش مشات للدار بدات كتفرج فيهم غادي تشوف فيديوهات عاديين ديال جوج دراري صغار كيلعبوا ولكن غادي تفاجئ ملي شافت المرأة اللي بانت معاهم وكانت هي أم ولات الإقامة اللي ساكنين فيها. وفي الليل فاش يون كان خارج من خدمته غادي يشوف التوام مخرجين واحد الخنشة وغادي جارينا وغادي يدخلوا الشك فيهم وتخبى باش يعرف شنو كاين تما وبقى غادي كيتسلل وتابعهم من اللور. وغادي حس لوسيو وجا عنده وقال لي شنو كدير هنا وخته يون طلق عليه وخرج راسه ولكن سيو كان عارفه وشاك فيهم وبس سيو ما يفضحش راسه مشى هو ويون وسولهم شنو كاين في ديك الخنشة وقالوا لي راه ما كاين والو غير الزبل ديال الإقامة والشياطة ديال الماكلة ديالنا. وغادي يطلب منهم سيو يحلوا الخنشه وغادي يعطيو الموس وقالوا له حل انت اللي كنتي شاك في شي حاجه. وغادي يمشي يون وحل الخنشه وغادي تخلع حيت بانت لي واحد المشميته ولكن دوك قال لي راه ماتت في الاقامه بسبب السم ديال الفيران. وغادي رجع يون مع سيو للاقامه وكان متاثر بداك الشيء اللي شاف وغادي يثبتو سيو وطلب منه باش يتعشى معاه وغادي يوافق يون وغادي يحط لي اللحم بشرمل وبدا كياكل فيه وغادي يحس يون بلي هاد اللحم بنته ماشي هذيك وقال لي سيو مالك كيف جاك اللحم راه ديال بنادم وغادي بدا كيضحك واحد الضحكه شريره. وغادي تخلع يون وقال لي سيو راه غير ضحك معاك وغادي قلبو في السماء. وغادي يخلي يون وقال لي اسمح لي راني خدام بكري وغنمشي الناس. وفي القنت الاخر سيو غادي تبقى تابع التوامه ومراقباهم حتى غادي يخرجوا من الغابه. وفاش وقفاتهم شافت المكانه ديال الدري اللي غبر ضارب بيونغ في يدي وغادي تشك فيهم وامراتهم باش يحلوا لها الكفر ديال الطوموبيل وغادي تلقى فيه الدم ودغي يسدوا عليها وقالوا لها غير الشهاده ديال الزبل وحيت ما كانش عندها شي دليل عليهم غادي تخليهم يمشيو. يون غادي يضربوا الفيقه من الناس وكان مخلوع وغادي نشوفوا واحد الثقبه في الحيط اللي بينه وبين سيو وكان سيو واقف كيراقب فيه. وكيف العاده يون قبل ما يخرج لخدمته رتب داكشي وصوره باش يحيد الشك ويبقى مرتاح. وغادي نشوفو سيو جات الاقامه تكمل التحقيق ديالها وغادي تلاقى بام خارجه منها وغادي تسولها على الدري اللي غبر وقالت لها ام من داك النهار اللي غبر ما شفتوش وراني مبلغ عليه. وفاش كان يون خارج غادي يسمع الهضره اللي دايره بيناتهم وغادي يتفاجئ حيت ام كانت قالت ليه بلي الدري اللي كان قبل منك راه انتحر وبقى مخبي عليهم حتى سالو هضرتهم وغادي يشوفوه ودغي يصدرهم وقال لهم انا غادي من هنا ولكن سو بقات تابعه في الزنقه وقالت لي طلع نوصلك وغادي يوافق. وغادي تسولو على الدري اللي غبر في الاقامه وقال لها راه ماشي بوحدو اللي غبر حتى ها اللي كان ساكن حداه غبر وجا واحد المحقق سول عليه. وغادي تسولو سو شنو سميت المحقق وقال لها يو راني نسيت لاغارد فيزيت في الدار حتى نمشي ونصيفط عليك. وفاش نزل من الطوموبيل غادي تشوف ام حيت كانت مقابله معاه وشافت كلشي. وفي طريقها غادي تلاقى بواحد المراه كانت كتعرفها وعرضات عليها تغدى معاها
وفاش مشات معاها غادي تخلع من الاوباش اللي ساكنين تماك وبغات تمشي فحالاتها، ولكن ام قالت لها دخل الحمام ماشي بحال خروجو وغادي تضرب على راسها حتى غيبات. يوم فاش كان خدام غادي تفاجئ بجان خطيبته جات تطل عليه، وحيت كيم كان كيعرفها وخرهم مجموعين بقى كتبسر عليها، وكان يون ما حملش البلان وغادي يهبط يون يوصلها ويعطيها واحد الكادو قبل ما تمشي. وفاش رجع يون كيم بقى كيتغزل عليها وقال لي جان زوينه، وهذا الشيء خلى يون يغير عليها وقال لكيم ما تبقاش دوي على الخطيبه ديالي. وفي وقت الغدا كيم بقى كيدوي ليهم على الاقامه اللي ساكن فيها يون، وقال لهم فيها واحد الناس خايبين بزاف وكيخلعوا، وهذا الشيء خلى يون كاعي حيت هذا الشيء كان عاودوا ليه غير بيناتهم وهو ناض فضحو. وفاش خرجوا يون غادي يفرز كيم وقال لي ما تبقاش تعاود شي حاجه على حياتي قدام الدراري ديال الخدمه، وغادي يضمر مع كيم وقال لي ما تنساش انا اللي خدمتك وتبهزص عليه. ومن وراها يون غادي يصوني لسو وعطاها النمره ديال المحقق تشانغ، وفي الصونات ليسو لقى التليفون وطافي، وغادي تصوني القسم الجنائي اللي خدام فيه تشانغ وقالوا له راه واخد اجازه ومن داك الوقت ما بقاش بان وما عرفناش فين مشى. ثم من وراها مشات هاد السيول العياده ديالو حيت كان داير معاه يقاد ليها الدرس ديالها، وغادي تدوي مع القضيه اللي خدامه فيها وبلي شاكف بزاف ديال الناس دايرين عصابه وكيقتلوا بنادم، وغادي يعرف السيو كدوي عليهم وهذا الشيء غادي يخليه يبغي يتهنى منها قبل ما توصل ليهم. ويلاه سيو بغى يدق ليها واحد البره ويمسح لها السبوره حتى غادي تجي واحد لابيل يرجو من الكوميساريه وغادي تنوض كتجري وكتب ليها عمر جديد. يون غادي يصوني لجين خطيبته وقال لها راني ما مرتاحش في الاقامه اللي ساكن فيها حيت الناس ديالها كاملين ماشي طبيعيين، وغادي تكلمي جين وقالت لي ما تبقاش شاغل راسك بزاف غير تفاداهم وصافي. ومع دخل الاقامه قوم غادي تعطيه واحد العصير باش يشربه، وفاش دخل عند سيو الكوزينه قالت لي راني بديت كنحط ليه الدو في العصير وقريب عطى النتيجه، وغادي يقول لها سيو راني عارفك جبتي مرمورايا طلعتي للطاج الرابع بلا ما تشاوري معايا، ولكن غادي يسامح هاد المره حيت هي اللي رباته وقال لها المره الجايه ما تلوم غير راسك. يوم فاش دخل بيته شداتو الطياره بسبب مخدر اللي شرب في العصير، وكانوا العصابه كاملين كيتسناو برا باش غير يغيب يتولوا، وكان سيو حاضر من الثقبه اللي في الحيط باش يعطيهم الامر يبداو خدمتهم. ومع يون طاح وغيب سيو كان فرحان حيت الخطه ديالو غادي كيف بغا، ومن الزهر ديال يون وردات الوالدين غادي يطيح عليه الساك ديالو وضرباتو الفايقه، وغادي يخرج سيو عند العصابه وقال لهم الخطه تغيرت. وفاش ناض يون ومشى للبيسي ديالو غادي يلقى بلي القتل اللي كان حاط ما كاينش يعني شي واحد دخل ليه، وغادي يخرج كيجري عند ام وقال لها بغيت دابا التسجيل ديال الكاميرات حيت متاكد بلي شي واحد دخل البيت. وفاش وراتو التسجيلات غادي يبان ليه هونغ وصل لحد الباب ديالو ولكن التسجيل حبس وكان خاسر، وغادي يمشي عند يون ونوض معاه حيت كيدخل ليه لبيتو. وفاش خرج سيو شاف فيه يون غادي يخاف حيت نفس المشهد ديال هان تعاود معاه، وداكشي علاش هان ديك المره خاف ومشى في حالاتو وحتى يون غادي يخاف منهم ودخل لبيتو، وغادي سد عليه ولا باغي غير يمتتهنا من هاد القنت. شويه غادي يسمع الدقان في البيت وغادي يمشي يحل ولقاه سيو وقال لي يلاه معايا لسطا عند ويو. وفاش كانوا طالعين غادي يسمع يون الغوات ديال المراه اللي خطفات اون في الطاج الرابع، وفاش وصلوا للسطاح يون غادي يقول لسيو بلي كنسمع شي صوت ديما جاي من الطاج الرابع وختا ما كاين حتى شي واحد تما، وغادي يقول له سيو راه عادي غادي تكون شي مشاه هي اللي داير الصداع. شويه سيو قال لي هذاك هونغ اللي دار لك صداع الا قتلتيه حتى واحد ما غادي يلومك حيت هو دار لنا التبرزيط وغادي تهنينا منه، وقال لي راه انت مختلف للناس كاملين اللي هنا وانا كنعيدك اللي درتي شي حاجه، وغادي تخلع يون من هضرته وغادي يهول. وفي الدروج غادي تصوني لامو وكانت خاصها الفلوس حيت خوه الصغير كان مريض، وغادي يصيفط لها اغلبيه فلوسه وبقات عنده غير شي حاجه قليله وما غاديش يقدر يسكن في شي بلاصه اخرى. والغد اللي غادي نشوفو يون تلاقى بسو وعطاه المذكره ديال الدري اللي كان ساكن قبل منه، وغادي يقول لي راه ديما كنسمع صداع جاي من الطاج الرابع وختا ما ساكن حتى شي واحد تماك، وغادي تفاجئ يون ملي شاف ام واقفه من بعيد وكتراقبه، وغادي تسلك من سو ومشى في حالاته. وفاش رجعت ام غادي تلاقى بسيو وقالت لي راه يون ولا كيتلاقى مع البوليسيه بزاف وهذا الشيء خطر علينا، وقال لها سيو ما تخافيش غادي نتصرف. شويه غادي يجي واحد الدر جديد سميتو سوق الاقامه باش يسكن فيها، وغادي يعطيو البيت اللي قدام يون، وغادي نشوفو كيم تلاقى بجين خطيبت يون في الريستو وقالت لي بلي يون هاد الايام تبدل بزاف، وقال لها كيم راه ديما كيعاود ليها الاقامه اللي ساكن فيها وبلي الناس ديالها خايبين بزاف، وقالت لي جين حتى انا كيقول لي نفس الهضره وقيل غير حيت مازال ما ولفش على شاف هاد المدينه. في نفس الوقت سو غادي تسلت الاقامه وطلعت للطاج الرابع باش تقلبو، وكان هونغ شاد المرا اللي خاطفين وكدد لها التحركات يغيز ليها. وفاش دخلت سو لواحد البيت وقلباتو لقات الماتيريال ديال الطبيب ديال السنان وما فيها بات والو، وبقى هونغ مخبي حتى خرجات سو وغادي يمشي يطل في البيت اللي دخلت ليه باش يتاكد منها مشات، وغادي تستغل المرا المخطوفه الفرصه وسدات عليه الباب وبدات كتجري من الدروج وختها كانت كامله مدقدقه ومجروحه. ومع وصلت للشارع غادي تطلب اول واحد لقاتو قدامها ومن زهره مسكينه طاحت في يد سيو اللي غادي يقول ليها راه اللي دخلت الاقامه ما غاديش يعرف يخرج منها. وهكذا سالت البارت الثاني ديالنا، تسنوا باقي الاحداث في البارت الثالثه. السلام عليكم.